أهم منشطات اللي نزلت على مواقع الإنترنت من امبارح للنهاردة عن النادي الأهلي. الموقع الرسمي للنادي الأهلي الخطيب يوضح الخطوات التي سيتخذها لإعادة بناء فريق الكرة. بوابة الشروق الخطيب: يوم الخسارة من الترجي هو الأسوأ في حياتي. الأهلي.com: محمود الخطيب: من يرتدي قميص الأهلي لابد أن يتمتع بشخصية البطل. الوطن سبورت: الخطيب لجماهير الأهلي: انتظروا تدعيمات قوية في يناير وهناك إعادة هيكلة في قطاع الكرة. بوابة الوفد: محمد يوسف: الأهلي سيعود أقوى من قبل. يلا كورة يوسف: بناء الفريق سيتم على مرحلتين وأزارو لن يرحل. بوابة فيتو: الأهلي يسلم قائمة الإفريقية الخميس. الموقع الرسمي لنادي الأهلي: الأهلي يستأنف ميرانو غدا استعدادا للوصل الإماراتي. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: كارتيرون يجتمع بلاعبي الأهلي غدا. الموقع الرسمي للأهلي: فحص طبي للسلية وهاني. ليوم السابع: لجنة الكرة في الأهلي تناقش مصير صالح جمعة وكارتيرون يرحب بعودة اللاعب. الوطن سبورت: برغم الخسارة الأهلي يتربع على عرش ترتيب أندية القارة السمراء والزمالك يواصل.